في سؤالها الثاني تقول السائلة أم خالد من الرياض: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد من بيتها للصلاة على جنازة أم لا يجوز لها ذلك؟ والمرأة تصلي على جنازة إذا كانت حاضرة بالمسجد فقط؟ أفتونا مأجورين. نعم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد من بيتها للصلاة على جنازة أم لا يجوز لها أن تذهب؟ فأفيدونا بهذا مأجورين. صلاتها على الجنازة مع الرجال جائزة، ولكن بقاؤها في بيتها أفضل، لأن خروجها للفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فبقاؤها في بيتها وصلاتها في بيتها الفريضة أفضل من صلاتها مع الرجال في المسجد، فذلك صلاة الجنازة الأفضل لها أن تبقى في بيتها وأن تدعو للميت، تدعو للميت، وهذا ينفعه إن شاء الله. نعم. وإذا كانت الشيخ صالح المرأة في المسجد ووضعت جنازة تصلي عليها مع الرجال؟ لا بأس بذلك، حتى لو خرجت وصلت مع الرجال لا بأس بذلك، جائز، الجواز جائز، ولكن الأفضل ألا تخرج. نعم. بارك الله فيكم.